إذن لقاءنا ديال اليوم مع وسائل الإعلام الموضوع ديالو هو إثارة الانتباه لمسألة مهمة جدا تتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية، واليوم تسلط الضوء على اتفاقية لاهاي لسنة 1980 المتعلقة بالاختطاف الدولي الجوانب المدنية الاختطاف الدولي للأطفال، اللي لاحظنا اليوم بأن ربما هناك توجهات في تطبيق هذه الاتفاقية بشكل لا يخدم المصلحة الفضلى للطفل، وبشكل أيضا يعاكس ربما حتى التوجه ديال دستور 2011 التي تمسك بروح الاتفاقية الدولية كما هي متعارف عليها دوليا وليس كما تريدها بعض الدول التي تقدم بطلبات إعادة الأطفال المغاربة إلى بلدان ما يسمى ببلدان إقامتهم الاعتيادية. في خرق سافر للمصلحة الفضلى للطفل، وبالتالي اليوم تتلقى مع وسائل الإعلام اللي تنعتبرها شريك أساسي للمجتمع المدني في الترافع أمام مالك القرار لا التشريعي ولا القضائي من أجل وضع هذه الأمور في إطار شمولي يراعي أساسا توجهات الدستور 2011 وفلسفته، وأيضا يراعي المصلحة الفضلى للطفل. واليوم غادي نشاهدوا من طبيعة الحال حالات محددة بعينها تتعلق بأحكام صادرة بهذا الشأن، وهو نقاش نفتحه كنقاش عمومي لإثارة الانتباه كما قلت لهذه النقاط بالضبط.